انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لوصفات طبيعية يروج لها الناس اللي جربوها على أنها حارقة للدهون وأيضا تساعد على الحصول على بطن مشدود. حتى نتكلم عن مدى فعاليتها وطرق تحضيرها مع ضيفتنا في الاستديو ريما سلمان، أخصائية التغذية العلاجية والرياضية وأيضا مثقفة صحية. أهلا وسهلا بك ريما، نورتينا. يا هلا يا أودي، الله يحييك. الله يسعدك. طب نتكلم عن المشروبات الحارقة للدهون. طبعا شوفي، هي موضة صارت انه اي عشبة او اي مثلا فاكهة، في كثير من انواع الفواكه، كثير من انواع البهارات، كثير من انواع الاعشاب، الناس صاروا يخلطوها مع موية حارة ويشربوها اما قبل الوجبة او بعد الوجبة، بزعمهم انه هي الحبة السحرية اللي حتنزل الوزن. ولكن الحقيقة هي انها لحالها هي خرافة. تكون حقيقة متى؟ إذا كان جانبها عوامل أخرى، منها الكلام اللي أنا دائماً بقوله والناس اللي ما يحبوا يسمعوا. إيش هو؟ خففي أكلك ونظفي أكلك. إيش يعني نظفي أكلك؟ يعني استخدمي دهون صحية، مش دهون مثلاً مقالي وما مقالي، إنها دهون تكون جاية من الأفوكادو، من زيت الزيتون، من الزبدة الطبيعية، قليل منها عشان فيتامين دال. العبوا رياضة، كله ألياف أكثر. هذه العامل ده it's like 80%، 70 إلى 80%. ولكن النسبة البسيطة، المشروبات الحارقة في الدهون بتفيد بعد الوجبة لما تكليها أو قبل الوجبة، إما حتقلل لك من مأخوذ الوجبة اللي انت جالسة تكليها، أو حتكون فيها ألياف حتشبعك بزيادة، أو حتساعد على الهضم. فمش معناها أنه أنا حروح مثلا أكل وجبة فاست فود تحتوي على 2000 سعرة حرارية، وحمسك الكاسة هذه اللي هي مشروب الحارقة في الدهون وحشربها وحقول خلاص أنا حنحف، لأن المشروب ده هو ده السريع. ما كان أحد غريب ولا كنا حصلنا أي أحد سمين على وجه الكرة الأرضية. فإذا المشروبات الحارقة للدهون هي عبارة عن عامل من العوامل المساعدة، ولكن هناك أساس يجب ان احنا نتبعه علشان فعلا ناخذ النتيجه اللي احنا نبغاها او الهدف اللي احنا نبغاه. حلو. طيب ريما، الان هذه المشروبات، في اتذكر من زمان ايام كنت صغيره بس كنت اشوف هذا الدايت كثير موجود، اللي هو شوربه الكرفس الحارقه للدهون. فكانوا الناس يسوون عليها دايت كامل، يعني يقعدون ايامهم يطبخونها في قدر كبير ويقعدون يقسمونها كوجبات. هل كمان نفس الشيء شوربه الكرفس هذه؟ هي شوربه الملفوف اللي قصدك عليها، مش شوربه الكرفس، اللي هي الشوربه اللي كانت ملفوف شويه فيها كرفس ولكن ملفوف. ايوه صح، الشوربه الحارقه اسمها. شوربه الملفوف كان فيها فلفل ملون، كان فيها ملفوف، كان فيها شويه من الكرفس، اوكي، طبعا مع مويه وشويه بهارات عشان تطعمها. شوفي ايش فائدتها، ايش يحتوي الخضره هذه كلها؟ تحتوي على ايش؟ الياف. إذا أنت ولازم بالحمية نظامها أن أنت إيش تاخذي 3 إلى 4 أكواب في اليوم، معناها إذا أنت أخذتي كمية ألياف كبيرة من 3 إلى 4 أكواب في اليوم، هل في وسع في بطنك أنك أنت تاكلي شيء ثاني؟ حتشبعك، معناها أن إحنا ملينا المعدة، علشان كده الناس كانت بتنزل. ولكن أنت ما حتاخذي مثلا الشوربة هذه وتاكلي جنبها أشياء ثانية وبرضو حتنزلك في الوزن، هي بديل للوجبة لانه فيها الياف عاليه حتساعدك انك انت تشبعي، فما حتقدري انك تاكلي شيء ثاني. ولكن من كثر ما الناس صاروا يسووها، من كثر ما صاروا يكرروها، اولا كرهوا طعم الشوربه، كرهوا رائحه الشوربه، صاروا يتناولوها بطريقه انه هي يطعموها باشياء ثانيه لانه عشان يغيروا الطعم نفسه. وغير كده اذا اخذتيها فتره اطول من اسبوع بيصير عندك شيء اسمه نقص في الفيتامينات والمعد او مال نورش. ليه؟ لانها لا تحتوي على بروتينات. صح. وعنصر البروتين في الحمية مرة ممتاز عشان المسلز ماس أو الكتلة العضلية. فأنت بتتناولي على فترة أسبوع كاملة، وفي ناس كانوا يتناولوها إلى فترات أكثر، ممكن كانوا يجلسوا لك 3-4 أسابيع شهر فقط على الشوربة الحارقة. معناها أن إحنا حنطلع منها عندنا نقص في المال نوتريشن اللي هو في المواد الغذائية، يعني حيصير في عندنا غثيان، حيصير في عندنا عدم إحساس في النشاط، حيصير في عندنا حتى الموية، يعني أنت نعم فيها مويات كثيرة ولكن لا ما يعني لا تشيل مكان المويه اللي احنا بنشربها في الجسم. فما انصح انه الشخص يتجه الى ماده او مشروب او اي شيء لفتره طويله، ولا انه هي يقول عليها انه هي حتكون بديل لمواد اخرى. اسمحي لي اسالك على موضوع المشروبات الحارقه للدهون، يعني اتفقنا انه هي لازم تكون مع مجموعه اشياء حتى انها تترك اكثر. صحيح. لكن متى نشربها؟ على الريق، بعد الوجبات، قبل النوم؟ شوفي ممكن
ينشرب في أي وقت، ممكن يشرب على الريق، ممكن يشرب قبل الوجبة، ممكن يشرب بعد الوجبة. يعتمد على الشخص وعلى الحالة الصحية حقته. قولي لي كيف الحالة الصحية حقته. في ناس كتير عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، عسر هضم، مش عسر هضم، ارتجاع أحماض عنده عالية. فأنا لما أقول له اشرب على الريق زنجبيل ولا اشرب على الريق موية مع ليمون، هل أنا ساعدته؟ لا. ولكن لما أقول له خذها بعد وجبة الإفطار، حتكون اوريدي دخل مواد غذائيه، فنزل الحمض المعده، تمام؟ فلما يجي يتناولها ما حتسبب له الم في المعده ولا حتسبب له مشاكل زي لما كان بياخذها على الريق، تمام؟ في ناس مثلا اللي عندهم ادويه، بياخذوا مثلا ادويه مسيلات للدم، اوكي؟ الزنجبيل ما يصير الاشخاص اللي بياخذوا ادويه مسيله للدم ما يصير انهم ياخذوا زنجبيل لانه بتزود من سيوله الدم، تمام؟ فمعناها انه انا لازم اعرف الحاله الصحيه عشان اقول له تقدر تاخذ المنتج ده او لا، ولكن قبل او بعد يعتمد على الحالة الصحية للشخص. وتقدر زي ما قلت لك تاخديها إما على الريق أو على بعد قبل الأكل أو بعد الأكل في الأيام العادية، ولكن متى ومين اللي يأخذها بعد ما أسوي له أسسمنت وأعرف إيش الأدوية اللي هو جالس يأخذها، إيش حالته الصحية، هل عنده مشاكل مثلا قولون عصبي، هل عنده مشاكل مثلا في الجهاز التنفسي، هل عنده مشاكل مثلا صداع دائم، عارفة؟ ساعتها بقول له متى يأخذها. ممتاز. أكيد أستاذة ريم مثل ما نحن مكملين معاكي، ولكن بعد الفاصل راح نتعلم كيف نسوي هذه المشروبات. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل ومكملين معكم فقرتنا عن مشروبات الحارقة للدهون مع ريما سلمان، أخصائية التغذية العلاجية والرياضية ومثقفة صحية. ريما، لو تقولين إيش حتحضرين لنا اليوم من مشروبات حارقة للدهون؟ أوكي. في أول شيء لازم نعرف إنه في مكونات يعني أساسية في المشروب دائما الواحد بيساعده على الهضم أكثر، اللي هو طبعا الليمون، الزنجبيل، ممكن إضافة بعض الكمون، ممكن إضافة بعض القرفة. خلينا نبدأ أول شيء في أول واحد. حنسوي المشروب الأول اللي هو فيه ليمون. طبعا هنا في عندنا ليمون أصفر وليمون أخضر، الاثنين ترى فائدتهم واحدة والمواد اللي فيهم واحدة، ولكن الطعم اللي أنا ماسكته ده اللي هو أصفر فقط، إحنا ترى حنحطه زي ما هو كده، طعمه بيكون فيه حلاوة أكتر من الليمون الأخضر. حنحط شريحتين من الليمون الأصفر، تمام، وحنحط الزنجبيل. الزنجبيل طبعا المادة الأساسية اللي موجودة في الزنجبيل إيش اسمها؟ اسمها جينجرول، أوكي. حنقطع الزنجبيل إلى شرايح، وإذا ما حصلنا عندنا زنجبيل طازج ممكن استخدام زنجبيل بودرة، تمام، أوكي. حناخد تقريبا بمقدار اثنين، الباقي حستخدمه في العصير الثانية، تمام. حنحطه هنا وحنضيف عليه عصير الليمون أيضا، ملعقة طعام من عصير الليمون، وعلشان الطعم ما يكون مرة لأنه ححط عليه موية حارة وحسيبه أرقده، يعني حيصير فيه طعم الزنجبيل حيكون much more stronger أكثر أو أنه قوي أكثر. فإضافة عصير الأناناس مع عصير الليمون حيساعد أنه هو حيعطي شوية حلاوة، أوكي. وحنضيف عليه الليمون الحار وحتغطي وتسيبي 5 minutes، أبو خمس دقائق كده، معلش هخليها هنا عشان هستخدمها الآن، أبو خمس دقائق، تمام. وتشربي. طبعا نتكلم عن فوائده الآن. قلنا إنه الزنجبيل هو عبارة عن مادة تحتوي على العنصر اللي فيها الكيميكالز هو الجينجرول. إيش فائدة الجينجرول اللي موجودة في الزنجبيل؟ بيساعد على عملية الهضم، بيرفع التمثيل الغذائي عنده في الجسم، مفيد جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الصداع النصفي، تمام. لما بيتناولوا أي مشروب فيه زنجبيل بيخف عندهم حدة الصداع. الناس اللي عندهم دائما مشاكل في القولون العصبي لما بيشربوا موية الزنجبيل أو إنه عصير الزنجبيل أو الزنجبيل مع الموية الحارة بيساعد على تهدئة القولون عندهم. الناس اللي عندهم كمان نفس الشيء مشاكل في الجهاز التنفسي، دائما تسمعي لما الواحد يكون عنده فلو أو مثلا إنفلونزا أو شيء أو أمراض في الجهاز التنفسي بيقولوا له اشرب مثلا زنجبيل حار مع شوية ليمونة كده بتساعدك بتهدي، أو إنه بيكون عنده بلغم بتساعد إنه على إذابة البلغم، مفيد جدا كمان إحنا نتناوله. عندي كمان
عصير الأناناس في مادة البرومالين. مادة البرومالين بتساعد على الهضم. لو تشوفي أنا قلت هضم هضم هضم، وإحنا بنقول مشروبات حارقة للدهون، ودائما الدهون بتكون فين؟ في الجهاز الهضمي. لما إحنا بيكون عندنا الأكل فيه فات كتير، الفات ده بيروح بيتخزن في الجسم، فلما أنا أخذ بعده مشروب حار أو أخذ مشروبات تحتوي على الزنجبيل أو الليمون أو القرفة، هيساعد على تكسير هذه الدهون، فحيصير الامتصاص حقها في الجسم أبطأ. طب اسمحي لي أسألك، هل هذا برضو يساعد على حرق الدهون الحشوية اللي هي أصلاً أحشاء البطن؟ أيوه. اللي هي أصعب صحيح. دهون زي ما قلت لك، هو عامل من العوامل المساعدة، ولكن مش ما حلتزم بنظام غذائي ولا حمارس الرياضة وحجلس أكل فاست فود وحجلس أكل على كيفي شوكولاتات وشيبسات ومن هنا ومن هنا، وحقول إن أنا هاخد الكوب ده وهو اللي حيحرق الأحشاء البطن. نو، هو عامل من العوامل المساعدة، وفاي انك انت لما بتقللي المأخوذ الغذائي، لما بتقللي انت السعرات الحراريه اللي تبغي تاخديها من الغذاء، دائما بتشربي شايات او اشياء حاره بدل الوجبه نفسها عشان تحسي في الشبع. صحيح. فهو ده يعني شيء مره مهم انك تشربي. والناس اللي يقولوا لي طب احنا عندنا نتضايق مثلا من الليمون، نتضايق من الاشياء هذه الحبه، اقول لهم اشربوا مويه دافيه. تمام. الصينيين ترى في الصين ما يشربوا مويه بارده نهائيا، مويه دافيه حاره. يعني انت لما تكوني في الصين تطلبي منهم يو وانت تو درينك ووتر، بيجيبوا لك كده كب فهي مويه حاره. أي. تمام. فده لانه دائما بيساعدهم في الهضم. اوكي. فالمشروب الاول زي ما قلت لك حنرقده ابو 5 مينتس، بعدين نشربه بالعافيه. ممكن تسويه از جينجر شوت. تعرفي جينجر شوت دول اللي بينباعوا؟ اوكي. معروف. جيبي مثلا قواريص صغيره. أي. حطي فيها ملعقه صغيره طعام من بودره الزنجبيل مع عصير الليمون اللي انا حطيته الان، وتكفيها بشويه مويه حاره. اوكي. وطعميها كمان بعصير الاناناس. فاذا تبغي تجهزي ده في نفس الوقت تشربيه، اذا تبغي من قبل بليل عشان ما عندك وقت صباح او ما عندك وقت هيك نسويه، سوي دول الجينجر شوت، حضريهم حطيهم عندك في الثلاجه، خرجيهم بس سخنيهم. اوكي. او خرجيها قبل كده بساعه واشربيها عادي، ما يفرق اذا هو حار وبارد. ما تفرق كانت حار كان بارد، ولكن انا دائما افضل بعد الوجبه خذوا الاشياء الدافيه عشان تساعدكم على الهضم. اوكي. نيجي للمشروب اللي بعده. يلا. اوكي. طبعا حنزيد غير الزنجبيل، احنا حنحط القطع اللي انا قطعتها هذه الزنجبيل هنا. اوكي. حستخدم لكم في العصير ده الليمون الأخضر. طبعا الفرق بالطعم إنه ده أكثر كده في مرارة، يعني بتحصليه إنه هو فيه كده طعمه مختلف، ولكن بيستخدموه دائما في العصيرات لأنه العصير مرة يطلع فيه. هحط وصلة واحدة من أقطع من النص عشان شوفي حتى ريحتها تحفة. أوكي. هي أغلبها عطرية يعني، هي كلها. وحنحط عود من أنا عود القرفة، دائما القرفة أنا أحب قبل ما أحطها إيش أسوي فيها؟ تكسريها. أوكي. أكسرها علشان تحسي زيوت الطيارة تطلع منها. تمام. هذا كمون حب. أوكي. لا خليها عشان أستخدم فيها كمون حب، هنحطه هنا. ممكن ملعقة، هي ملعقة كاملة سوري، أنا حطيت نص بنص. اوكي. ونفس الشيء ايش حنضيف عليها؟ مويه حاره. اذا حطينا ايش وايش وايش؟ قرفه مع كمون مع زنجبيل، ممكن نضيف ليمون اخضر. ممكن ترى على فكره ممكن تسويها ترى بالليمون الاحمر كمان، ولكن عفوا الليمون الاصفر كمان. ولكن دائما حلو الواحد ان هو اذا انت بتاخذي اكثر من مك في اليوم تغيري من الطعم حقه، ما تتعودي على نفس النوع. ممكن اضافه لها كمان الكركم. اوكي. طيب نيجي للكمون وفوائد الكمون. في مادة في الكمون فيها اسمها الفليفونويدز. ايش هو الفليفونويدز؟ الفليفونويدز عبارة عن مادة من مضادات الأكسدة. لما تدخل بجسمنا ايش بتسوي؟ بتكسر الفري راديكال اللي هي الجذور الحرة اللي في الجسم، اللي هي بتسبب لنا الأمطار الأمراض. أوكي. فإذا احنا فعلا بناخذ نشربها حتحصلي انه هو حتعطينا صحة أكثر، حتساعد الناس اللي عندهم تقلصات، دائما مغص، دائما عندهم مشاكل في الهضم، دائما المشاكل اللي عندهم قولون عصبي، ناس اللي عندهم إمساك. مفيد جدا الكمون ليهم. ونفس الشيء الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، الناس المدخنين الهافي سموكر، او الناس مثلا اللي بتحصلي انهم دائما بيتواجدوا في اماكن بيشموا ريحه زي مثلا ريحه البويه او مثلا ريحه المواد التنظيف، بيساعدها على تنقيه الجهاز التنفسي منها. نيجي للقرفه. القرفه فيها ماده الكيورمين. ايش فائده الماده هذه؟ الماده هذه ممتازه للناس او للبنات اللي عندهم تكاليف
المتكيسات المبايض. الناس اللي كلها لو البنات اللي عندهم متكيسات المبايض دائما عندهم مستوى الانسولين، حساسيه الانسولين عاليه، ومرضى السكر عندهم نفس الشيء، السكر عالي. القرفه الماده هذه ايش بتساعد فيها؟ بتخفض مستوى السكر في الدم. فدائما الناس اللي عندهم مشاكل في السكر، الناس اللي عندهم مشاكل في مين اللي بعدهم عنهم، عشان بس اقطعهم مره واحده اللي هي الناس الحوامل، لانها بتساعد تقلصات في منطقه الرحم. فدائما في عندك الميراميه وعندك القرفه، بنوقفها عندهم. فالمشروب ده مواده زي ما قلنا الليمون مع الزنجبيل مع الكمون مع القرفه، اوكي، وممكن نضيف لي الكركم. الكركم هذا مضادات اكسده، مضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا، مفيد جدا جدا للجهاز الهضمي. دائما انصح كمان اذا عندنا الكركم ممكن اما بشره او انه احنا نضيف البودره حقته. وكده عليكم بالعافيه العصيرات هذه. بس زي ما قلت لكم دائما الواحد لازم يركز، مش هي هذه الحبه السحريه. ايش هي الحبه السحريه؟ الحبه السحريه تلعبوا رياضه، تشربوا مويه، نظفوا أكلكم وتشربوا ده، وساعتها فعلا حتاخذوا نتيجه تبغوها. طيب ماشي، خليني اسالك عفوا ريما، بما انه في زنجبيل معناته الناس اللي عندهم سيوله في الدم ما يصلح لهم؟ لا. صحيح؟ لا، زي ما قلت لك في البدايه دائما انا بسال الشخص قبل ما نكتب له اي شيء، بنقول له مثلا عندك اي مشاكل صحيه، بتاخذ اي نوع من انواع الادويه؟ لانه مرات الادويه في شيء بيسموه فود اند دراج انتر اكشن، وفي دراج اند دراج انتر اكشن، تمام؟ فاحنا لازم ان احنا نركز ان احنا نعرف المعلومات المريض اللي قدامنا، عشان اعرف اقول له اوكي انت اشربه بس بدون الزنجبيل. اوكي، ما تاخذه مع الزنجبيل. وناس اللي عندهم هبوط سكر، صحيح، ناس اللي عندهم هبوط سكر بقول لهم شيلوا على طول القرفه، ما تاخذوا قرفه علشان ما يصير معه. كمان الكمون على فكره اذا ناخذ اكثر من ملعقه طعام اوكي في اليوم بيضرنا مش بيفيدنا. اوكي، انت عندك كل الاعشاب هذه لما ناخذها بكميات كبيره، اوكي، مين عندنا العضوين اللي في الجسم اللي هم بيساعدوا على الكبد والكلى؟ فاذا بتتركز فيها وبتسوي لنا ليفر دامج، يعني بتأذي الليفر عندنا. والناس اللي عندهم مشاكل دائما حصوات في الكلى حيستفيدوا من مشروب المويه مع الليمون، لانها بتساعد انها بتفتت حصوات الكلى. ممتاز ممتاز، الله يديك العافيه. الله يعافيك، يا هلا فيكم، مرحبا. رضيه ومثقفه صحيه، يعطيك العافيه وشكرا لك على هذه المعلومات. الله يحييكم، يا هلا فيك حبيبتي. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل نرجع لكم.